وسط ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود في المغرب، وقعت الحكومة اتفاقا اجتماعيا مع النقابات الكبرى واتحاد أصحاب العمل لزيادة الحد الأدنى من الأجور في القطاعين العام والخاص. هذه الزيادة والتي تأتي بعد أخرى في العام 2019 بلغت نسبتها 10%، رافقتها أيضا زيادة في المخصصات الأسرية. وتهدف هذه الإجراءات التصحيحية بالدرجة الأولى إلى امتصاص الارتفاع في الأسعار الذي سببته أزمة أوكرانيا، وكذلك الجفاف الذي ضرب بشدة الزراعة المغربية التي توفر نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. فهل تكفي زيادات الأجور لمواجهة ارتفاع الأسعار؟ هذا ما سنحاول أن نرصده مع ضيفي الذي ينضم إلي من الرباط الآن، الخبير الاقتصادي إدريس العساوي. أستاذ إدريس، مرحبا بك معنا وكل عام وأنت بخير. بداية، كان هناك منذ اللحظة الأولى والإعلان عن هذا الاتفاق الثلاثي انقسام في الآراء ما بين مرحب وما بين منتقد، فهل يرقى الاتفاق وهذه الزيادات بشكل كبير أو بشكل خاص لمستوى تطلعات الطبقة العاملة في المغرب؟ أنا أعتقد بأن هذا الطرح غير صحيح نهائيا، لأن المغرب، المملكة المغربية، سارعت منذ مدة إلى طرح إشكالية الجانب الاجتماعي من مشروع التنموي المغربي. وهذا يأتي لماذا؟ لأن الحكومة السابقة كانت ضربت بعرض الحائط كل آليات وميكانيزمات الحوار مع المركزيات النقابية، وبالتالي لم تكن تعير أي اهتمام لما تقوله المركزيات النقابية، بل دخلت في مجموعة من السياسات التي وضعتها في عفريت. اليوم هناك حكومة جديدة تحاول أن تخرج بالمغرب إلى، يعني على الأقل إلى برنجات. كيف؟ فالمغرب طرح مشروعا تنمويا آخر مختلف تماما عما كان من قبل، وخصوصا أن الدولة المغربية طرحت مسألة كيف سنسير هذا الاقتصاد إذا أردنا أن نخرج إلى مراحل متقدمة أكثر. هذا جعل من الدولة المغربية أن تلاحظ بأن الجانب الاجتماعي تم التقصير فيه، وبالتالي كان ضروريا أن نحافظ عليه. ولكن أستاذ إدريس، أستاذ إدريس، هل تتماشى هذه الزيادات خاصة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص مع الارتفاع الكبير والمهول في الأسعار، أسعار المواد الرئيسية والأساسية وأسعار المحروقات أيضا؟ أسعار المحروقات معروف أنه هذا غادي يصير واحد الثمن اللي هو غير مقدور عليه صراحة، وأن المغرب بدأ منذ 2014 نظام جديد يسمى المقايسة الجزئية للمواد البترولية السائلة، تمكنه من مقاربة مسألة استيراد وتوزيع المواد البترولية بشكل متحكم فيه. ولكن فيما يتعلق بالمواد الأخرى لما تحدثت عنها، المغرب لا يشكو من هذا الخصص الذي نتحدث عنه. فعلا هناك ارتفاع ملحوظ في عدد من المواد في التغذية العامة إلى آخره، تجعل من المواطنين يشتكون من ذلك. لكن هذه الزيادة التي تحدثت عنها تدخل في إطار استراتيجية. لماذا؟ المغرب لا، ولكن الأستاذ إدريس، فقط لأنه بعض الأصوات تقول أنه كان الأولى السيطرة على الأسعار وارتفاع الأسعار لحماية القدرة الشرائية وحماية الطبقات الهشة على الخصوص. يعني يمكن أن تكون الزيادة 1000 درهم، بينما الزيادة في الأسعار المعيشية اليومية عشرات أضعاف ذلك، وبالتالي فهي لا تغطي هذه الخسائر صراحة بالنسبة للجيب المواطن العادي. لا، هذا الطرح أنا لا أتفق معه. لماذا؟ لأن المسألة ليست مسألة مقايضة ما بين غلاء الأسعار والرفع من حد الأدنى يعني للأجور. لا، المطلوب الآن هنا هو المغرب كان يسير في خطى ثابتة فيما يتعلق بنسبة النمو. جاءت الأزمة الأولى، أزمة كوفيد 19، بعد ذلك جاءت الحرب على أوكرانيا والتي ألقت بظلالها على مجموعة من المواد، منها المواد البترولية إلى آخره. فهذا جعل المغرب
يتأنى ويجعل من أولا هناك أزمة تتعلق بالمحصول الزراعي. منذ بداية السنة قال المغرب أن المحصول الزراعي لن يكون جيدا، فبالتالي سنتخذ مجموعة من الإجراءات. طيب، لكن الآن ماذا نقول؟ نقول بأن المغرب عليه أن يتهيأ لما بعد 2023، يهيئ اليد العاملة، يهيئ إلى المغاربة، إن المغاربة جزء كبير منهم كان لا يتوفر على تغطية اجتماعية، هذا هو الأساسي. تقريبا 20 مليون من المواطنين المغاربة لم يكونوا يتوفرون على هذه التغطية، فكان ضروري أن نذهب في هذا الاتجاه، وهذا ما تم إصلاحه. الآن العلاقة اللي أهم شيء هي مأسسة الحوار الاجتماعي ما بين المركزية النقابية ويعني ونقابة أرباب العمل وكونفدرالية الفلاحية كذلك، فهذا يجعل ماذا؟ يجعل أن طب ولكن هل مأسسة الحوار هذه كنقطة أستاذ إدريس، هل هناك عامل ثقة أيضا بالنسبة للمواطن أو الطبقة العاملة وبين النقابات اللي تمثله؟ يعني تبعت خلال ربما ردود الأفعال على أساس أنه النقابات باعت المواطنين، باعت العمال مقابل الدعم اللي وصل إلى 30% من خلال هذا الاتفاق، وبالتالي هي المستفيد الأبرز. لا، أنا لا أعتقد بأن هناك شك في مصداقية النقابات. إن هناك نقابات معروفة تاريخيا بجديتها وعملها إلى جانب العمال، اتحاد المغربي للشغل إلى آخره، كلها نقابات محترمة يتم اللجوء إليها كل ما ضاق الأمر على المسير. لكن المغرب يبني، هو في صدد بناء نظام اقتصادي جديد، الجانب الاجتماعي منه سيكون قوي، وهذا هو المشروع المجتمعي الذي عمل من أجله الملك محمد السادس مع مجموعة من الخبراء، والآن يتوفر على تصور واضح في أفق 2030 ليدخل بالمغرب إلى مرحلة جديدة من التنمية. أما هذه المشاكل فهي مشاكل معروفة والمغرب اعتاد عليها ويسيرها بطريقة ناجحة، خصوصا فيما يتعلق بتوفير كل أرصدة الضرورية لتسير جميع. شكرا جزيلا لك من الرباط الخبير الاقتصادي إدريس العساوي على هذه التوضيحات، شكرا جزيلا.